جديد قانون عقود عمل 2025 معلومات جديدة. بقى 13 يوم، بقى 13 يوم للتعمار ديال الطلبات، بقى 13 يوم ونبداو نعمروا الطلبات من 1 في شهر 11 30 في شهر 11 وستوب، السيت غادي تحبس. حتى الا بغيتي دابا شي واحد يدفع لك كونترا في 2025 دابا خاصك تواصل معاه، دابا تعطي المسائل ديالك، تعطيه الباسبور ديالك باش يسجلك ان شاء الله ابتداء من 1 في شهر 11 30 في شهر 11، وغادي تسد السيت والدفوع ديال الطلبات الاخوان غادي يكون شهر جوج. كاين دابا اللي كيدخل كيسول كيقول لك واش قانون تفتح، علاش؟ باش يدبروا على باترون، وراه القانون قول فتوح، راه التعمار ديال الطلبات في شهر 11 وغادي تسد السيت وما غيبقاش يعمر لك هذاك اللي غادي يدفع لك الكونترا. خاصك تعرف هذه، وما تسناش حتى يتفتح القانون شهر جوج، ما غاديش يعمر لك، يعني ما غاديش تدفع، ما غاديش تستافد من قانون عقود العمل ولا من الكونترا ديالك ديال 2025. معلومات جديدة على قانون 2025. أول حاجة غادي يكون كونترول على الباترونات كاملين، هادو اللي غادي يدخلوا إن شاء الله يعمروا طلبات ديالهم ابتداء من 1 حتى 30 في شهر 11. طلبات كاملين غادي تكونترولاو ديال جميع الباترونات في أواخر 3 سنوات. أي باترون دار شي عقد عمل، خرج له نون لوستا، جاب شي عامل خدام في أي قطاع وما ريقلوش، فاش غادي يعمر الطلب ان شاء الله في شهر 11 ما غاديش يدير كليك داي، لانه هو تيتحسب ديجا دار سوابق وعنده وسخ، جاب عمال في اواخر 3 سنوات وما ريقلش شي عامل غادي يتحاسبوا معاه. فين هما العمال اللي جتي في اواخر 3 سنوات؟ يعني انت غير مرشح لكليك داي وتقديم طلب ديالك. حاجه اخرى، كونترول على الباترونات اللي دعوهم العمال ديالهم، اللي جابوا العمال ديالهم وتخلوا عليهم، هادو معلومات الاخوان جداد. كونترول ثاني، الا كان عندك سوابق مع شي عامل ما عندكش حق انك تقدم طلب ديال ديكريتو فلوسي في 2025 بالضبط في شهر جوج، خاصك تكون نقي صافي مع الجميع. معلومه اخرى، من بعد تقديم الطلب وتخرج الكونترا، تخرج نون لوستا يرسلها لك الباترون، 7 ايام غيجي واحد الكومونيكاسيوني خاصو يكونفيرمي هذيك الكونترا، خاصو يكونفيرمي هذيك نون لوستا فغودون 7 ايام. فهاد 7 ايام هذه خاصو يدير لك كونترا الكترونيه، خاصو يدير لك كونتراتو دي سوجورنو، عقد عمل اللي هو رقمي. فهاد 7 ايام هذه الا داز 7 ايام وما شافش هاد الكومونيكاسيوني ديال الكونفيرما ديال الكونترا ما غاديش تطبع. ومن بعد الدخول ديالك للطاليان في 8 ايام الاولى، كنهضر في 8 ايام خاص الباترون يديكلاري بيك ويسيني معاك الكونترا بطبيعه الحال. الا كان باترون بريفي بغى يدفع بسبيد، عنده حق في 3 طلبات فقط، بغى يدفع هو بسبيد ولا عن طريق كاف، عنده حق في 3 طلبات فقط. الى هذا الباترون هذا ديال الشركه بغى يدير اكثر من 3 طلبات، يعني عنده حق في حاله ما الى طلبات ديالو قدمتهم ليه جمعيه ولا محامي ولا كوميرشاليست محاسب ابيليتاتهم طبيعه الحال اوتوريزاتو، يعني عندهم حق في هذه الحاله هذه، ممكن الشركه ديال الباترون تقدم اكثر من 3 طلبات. بغى يدير هو الطلب بوحدو بسبيد ديالو كحد اقصى 3 طلبات فقط. بالنسبه لطلبات البادانتي الخدم البيوت والمنازل، رعايه المسنين، تربيه الاطفال، ما يمكنش لكم انكم تدفعوا لواحد من العائله. ما تنساش راه بقى 13 يوم فقط على تعمار الطلبات، ابتداء من 1 في شهر 11 حتى 30 في شهر 11 وغادي تسد السيت. خاصك تشوف شي باترون اللي يكون ناضي ومريقل الامور ديالو وسير الله يسهل عليك.